يعني تستغرب ترى منه. ترى ابو نايف ترى هذه مشكله عند التعاون في كل موسم، يعطيك كذا ايقاع بعدين تحس المباريات الجماهيريه الاعلاميه يعطيك احلى نسخه. احسنت. بعدين في المباريات اللي زي هذه هي تضيع عليه المراكز المتقدمه. هذا الكلام يعني. لذلك انت ممكن احد يبرر يقول ميدران، ولكن ميدران غاب في المباراه اللي قبل برضه يا من طرب الاحمر ولا خسر. اوكي، بس زي ما قلت لك انا بيدرو مانويل اجاد اجاده يعني كبيره جدا، تعامل مع مفاتيح اللعب اللي في نادي التعاون. انت لك ان تتخيل انه مثلا ما في حل الا التسديدات اللي من كاسر والخطيره جدا، الركنيات تقريبا كانت خطيره جدا لهم، هذه كانت الحلول. بقيه الباقيه بالعكس مكسر الرتم تكسير عجيب جدا نادي الخليج. احنا نقول برافو الخليج وهارد لك نادي التعاون جمهوره.